يما 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 كيفاش ندير معاها؟ كيفاش ندير مع يما دوق انا؟ واش فيها يماك؟ هي مريضه؟ لا لا، تسناني تحت في السياره. يا حرام، روح قولها تطلع. ما تحبش، واليوم راهي مقلقه على بالي ما ترقدش. خلاص انا نروح نجي. لا 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 لا، خليها. واش بيك توفيق؟ انا شويه شداني اليوم، لا طونسيون تطلع لها والله ما ترقد. واش بيك توفيق؟ واش كاين؟ احكي لي، انا اختك، ما تخبيش عليا. شريفه. نعم. تعرفي فريال مليح؟ فريال؟ معلوم، هذه عشرة. علاش؟ كيفاش تقني؟ واش داني و... على بالك باللي فريال بعد صياغة مسروقة؟ وشنو؟ شكون اللي قال لك؟ يما، والمشكل انا اللي سلفت الدرهم الجميلة، ومن بعد حوسنا على المرأة، رحت مع يما لدار اختها، صبناها راحت للبلاد. ساهل، رجعوا السنسلة للمرأة اللي بعتها لكم، وهي ترجع لكم المليون تاعكم. هذا ما كان. شريفة، على بالك وين سمعتي؟ توفيق، كاش حاجة تتخبى؟ فريال تحمد ربي اللي انتوما اللي شيتوا السنسلة، لو كان واحد آخر. على بالي على بالي، مزيا كنت مع يما، كانت راح قبالة لا بوليس باش تعطيهم سنسلة، ومن بعد والله تهردت باللي سرق باللي باع، وحنا نروحوا فيها كيف كيف. لا بوليس، واش راك تقول؟ واش هاد الكلام؟ انا خاطيني، انا خاطيني بعيد عن المشكل، ويما كذلك ومثليه. هذه جميله جميله اللي تحصل، وبالك فريال هاد المره تسلك بالحبس، ولكن امنت باللي الصياغه مسروقه؟ معلوم، يما تكلمت مع المراه اللي بعتها لجميله، وجميله ما زيدش تضرب حرفنا، غير كيما تلحق رجع لها دراهمها، ومن بعد الطريق اللي تجيبها طردها. ايه درك على هادي، سقسيت صالح على صياغة فريال. نخبرك، السنسلة تاع فريال ورثتها على يماها الله يرحمها، ويماك مادام على بالها بالصياغة القديمة بلا شك راهي تعرف سومة السنسلة اللي هي راهي أكثر من 100,000 دينار. وأنا لو كان على بالي باللي السنسلة جميلة ولا يماك اللي شرتها، كنت ما نكذبش على المرأة اللي باعتها لكم مسكينة، واليوم ما نسمعكش تقول فريال حبيبتي سراقة. شريفة شريفة، ماشي هكذا. شوف شوف توفيق، بشر يماك بلي لا أنا لا فريال ما رانا سراقين، والسنسلة إذا حوالوا عينيها عليها تتعلق بها. ودرك تفضل. لا لا لا، دوك عرفت، فهمت، سمحي لي، خلاص سمحي لي. توفيق اتفضل. وغلق الباب مراك. صباح الخير اما. خير وعافية. واش من خير؟ الناس يباتوا راقدين وانتم تباتوا مضاربين. ياسمين راحت؟ انا قلت ما تفطنش. قل لي على ياسمين، ليل كامل ما رقدتش وهي تبكي، وعلاش ديروا فينا هكذا؟ ضربني وبكى وسبقني عند القاضي وشتكى، هو يدير فيا حاله، راهو لاباس عليه، خليتوه وانا صبحتو عليا. معليش. الراجل ما طلبش الموحال يا بنتي، انت هي الظالمه. واش داك تحطي يديك في جيبه وتجبدي الهديه اللي مديها لوليد صاحبه؟ امنتيه؟ وين شفتي انت راجل معروض العرس وليد صاحبه يدي معاه المناكش يمديهم العروسه؟ واش فيها كي شرا المناكش؟ اما لو كان الدنيا انا معاه
ومديتهم معليه هو يمدهم. وعلاه واش تقول له؟ ها اختو بتعمو يا بنتي، راجل مقلق وجاي يحكي سيد مختار كيما قال لك دير روحك مهبول تشبع كسور. تصبح الخير على لياتي، بيتي في رحبه خويا متكسلين وصبحتو علي متحزمين. يا وخافي ربي راني نصبر في بنتي. صار خويا مهبول وجايح، وبنتك اللي بهدلاتو مع صاحبو واش تكون؟ مسكين راح يقدم الهديه كي دخل يدو في الجيب خرجها خاويه. الشاه انتي تكملي هكذا والله غير تندمي. بصح الشافي انا اللي صبحت عليكم. ايه الشاه وكي تخلق علي لبستهم وبصحتي. واش من صحه تقعد لك كل ساعه وانتي ماخذه العصام؟ معليش العصا ولفتها، بصح بنت المراه تدي لي المناكش من غير انا ولو. الله يهديك هاكي ما ناكلش والله غير تاكل هاكي. صحيت يا امه. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاكي فرحانه هكذا ها بهدلتيني. هذاك المسوده تاع جميله هي ماشي هي، انتي وبنتك هنا اللي تفشيها بزاف. ايه تفهمتوا على راسي انت وجميله، طلقت لها الحبيله وتفهمتوا في داري. اه يا ربي اه يا ربي. اسمع هذاك المسوده نتاع الشريفه رد لها السلسله ديالها ورفد دراهمك وقول لها باللي تتعلق بهذيك السلسله كي هي كي حبيبتها. كل السهل عندك انت، كل السهل. وما نزيدش ما نزيدش نسمع اسمها ولا اسم تاع هذاك الصالح، فهمت؟ وشنو ها؟ علاش انا ندخل روحي في حبابك؟ اه انا نختارهم لك انا. ياك شياك واحد بن عقل دخل وريك فاتك جاي. هيا روح روح دير في دخلنا شد في شدي شدي بن عقل بن عقل رجلك بن عقل دوسمه هلا اطلعي بلا ما تخافيش هلا. برافو عليك فوالا تري بيان سقمي روحك فوالا بالعقل عليك بالعقل عليك فوالا شتي تري بيان عليك. هيا نمشي فوالا شتي فوالا رجع بالوان معاك 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 فوالا يعني. واش امل عجبك الحال؟ حاله غدوه نقول بابا سيدي يبيع الدار ويشري عود. وين تحطيه؟ ايه صح ما يطلعش الدروج، نشوف وين نحطو. اهلا طحتي في الفخار ديالي تفضلي. واش كاين شريفه؟ انا عند بالي نلقاك عند الباب البراني تسني فيا. واش صرا؟ انا عباد الله حلوني قالوا لي جيبيها جبتك هذا مكان. شريفه خليت امل وبابا في حاله في الدار مقلقين عليك. لا لا نجي نلقاها تضحك لو كان غير ما جيتش خير. والله العظيم غير خاطيني والله ما نايا صالح ولقن يجي بيها. تفضلي صالح فريال دوك دبري راسك معاه. مرحبا بيك فريال، اسمحينا اذا جبناك تجري. شي حق عليكم درك امل وبابا يتقلقوا. هيا تفضلي فريال قعدي ودوك تفهمي. ما نقعدش. مساء الخير. مساء الخير فريال، اذا تحسبيني كيخوك الصبري دوك نفهموك ومن بعد انا اللي نوصلك. هاني نسمع اتفضل تكلم ما تطولش عليا. مالي فريال شوفي ما تبيعش غالي. توفيق سمعت كلام قاسي وزعفت عليه، بصح كي جا وفهمني وطلب مني سماح فهمته. سامحي يا فريال ما كاش لي ما يغرس في هاد الدنيا. هيا انفق يا سيدي ولا انا بوكاطون تاعك. إيه واش تحب اقول لكم؟ نطلب منكم السماح اسمحوا لي. انا كنت غايب كنت مسافر وكي رجعت لقيتي امام مهوله مقلقه. مالك حكى لك؟ انا منتها ما حوشت نخمم ولا حوشت نفهم. الله غالب. بصح انا رجعت لك الامانه ودوق لا مازال كي ناويه تبيعيها
انا مستعد نشري عليك بسومه اللي تحبي. هاي فرات نقول لك سومه ما راهيش للبيع، هذه فيها ريحتي ما الله يرحمك. فريال راكي محتاجه المصروف، وتوفيق هو اللي يديها خير من واحد براني. خليها عندها الحق، هاني غلط، خليها خليها. فريال باش نبين لك بلي نيتي صافيه، خليني نعاونك نسلف لك الدراهم اللي تحتاجي. غايه غايه، هاي فرات سيدي. توفيق نعرفك فحال، نعرفك فحال. فريال هيا شحال تحبي؟ انا وشريفه ضامنين فيك. ما كان حتى ضامن، انا هو المسؤول، نتحمل المسؤوليه. دوق قولي لي شحال تحبي نسلف لك، وردي لي نهار تحبي، خذي راحتك. تتسلف لي دراهم علاش؟ واش تكون انت البنكه نتاعي خويا وليد عمي؟ فريال ما تخليش روحك، سبحان الله الانسان يتبدل كتاتا. شريفه عملتي لي تليفون وقلتي لي بلي سي توفيق قال بلي انا سراقه وكذابه، ودرك يرجع لي رزقي ويزيد يسلف لي الدراهم ويروح يقول يماه، وهكذا يماه تقول بنته، وبنته تروح تبرح في المدرسه باللي بلا بيه حنا ما نعيشوش. هكذا حبيت فريال خلاص، واش هذا الكلام؟ واش هذا الكلام فريال؟ توفيق حاب يساعدك، هذا ما كان. يكثر خيره وخيركم، اذا تحب تساعدني اخطيك مني ومن بنتي، وفهم يماك ولا تبعد علينا خلاص. ودرك حبيت نرجع لداري. راكي في دارك، ريحي هنا، راكي في وسط حبابك. انا هو البراني، انا اللي نروح. توفيق توفيق فريال، واش هذا؟ انت ما تزيديليش همك، والله العظيم ما فهمتك، واش بيك هبلتي؟ اقعدي شوفي، من اليوم ما نزيدش ندخل روحك، دبري راسك، تعملي مليح. صحة، يعطيك الصحة. ماما ماني امك حتى في الدار. وين مشا كتشوفي فيا؟ خزانة ولا بنك؟ سمحي لي. هي راكي شاطرة، غسلتي الحوايج. الزعف اللي كان فيا كاع ديتو في الشغل. وماما وناري؟ دبرت عليها الجارة وقلت لها ديري سرفاتيكا، راحت مع امها للسبيطار. قلت لها اش كبرات لك؟ وشنو؟ بابا يروح للحبس. هكذا باه العديان يغسلوا رجليهم ويربطوا الحنة. وبابا على بالو؟ كي قلت له زعف في التليفون، قال لي والله ماني بايت اليوم في الدار. ها واش ربحت؟ وانت علاش رحتي قلتي له؟ كيفاه؟ هذه مليحة، يتفقوا كامل على راسه وانا ما نخبروش؟ لو كنت سمع ماما تداوز معاك. ما تقولي لهاش، كي تشوفوا ما دخلش راهي تفهم، ولو كانت تكمل هكذا يروح يسكن عند صاحبه وحنا يخلينا. شفتو كان رافد وليد صاحبه. وليد صاحبه؟ وليد صاحبه؟ وش بيك؟ تعرفيه؟ شفتو سبحان الله شحال الشبه لخويا الصغير. وشنو؟ ايه سقسيت باباك وقال لي بلي مرتو توحمدت على خويا الصغير، سبحان الله جابت واحد كيفو. خلعتيني، لو كان شفتي قلبي كاش كان يخبط كي شفتو. ومن بعد حتى عرفت بلي وليد صاحبو باش ولات لي الروح. ما تقولي لهاش لامك، ماشي لمناقشو اليوم الطفل. ما قدرتش نوض اليوم، داري راح للمسيدي، الشوفر جام في الوقت. عصام بسلامتو ضارب الدنيا بركله، ماشي كيما هذيك المغبونه نتاع هانا، هذيك كيما انا مسكينه كلش في قلبها مخبي. خلينا منها، قليل ما عملت فيا. ايه كنت ترمي لها الدراهم وتجيب السلسله، انت غزلتها وبهدلتها قدام هذيك اللي او مره مسكينه راهي تخدم على اليتيمة. ايه ما لا غطك، اما لا ديرها شهريه وزيدها مع هذوك العمال اللي معاه. شوفي جاب لي ربي راح تبردي زعفك فيا اليوم، او نروح. لا لا استنى استنى، راني وعدت هنا باش نشري لها السنسله، اما لازم نساعدك من على ساعه اجدين. بركاي ما تفشي في الطفله، اللي عندها يكفيها. انا وعدتها نشريها لها، ماشي الغزه اللي غزلتها ومن بعد كتاني كاش ما يصير في الطفله. واش راح يصير؟ واش راح تعمل؟ التوفيق
هانا بدات تكبر وماشي محل وكان تحب تروح عند يماها وبالك ما تجيش. هذيك نفشات راه عند يماها مركش شافيها هادو عامين دارت لنا حاله باش تروح عند يماها. بعد يومين بدات تبكي وتحلل انت اللي رحتي جبتيها. ايه ماشي كيف كيف. كيفاش هذا ماشي كيف كيف كيف؟ شوفي ما تقلقونيش ها هذا خطر انا نديها والله نخليها انت ما حتى تشبع من يماها ولاد يماها وراجل يماها. ساعفت 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 طاب قلبي وطاب قلب هانا مسكين. يا سعدي لحقت على القهوه والقاطو يا شوف نفرع لك فنجان كحل والباقي لهانا. وش مناسبة؟ راهي غضبانة في بيتها في معوايدها. هذه المرة عندها الحق. السيد توفيق رجع السلسلة لهذيك الستوتة تاع فريال أمال دوق تفرح رزقها. يا مالك لو كان شفت هانا خرجت من عقلها وراحت للاميمي قالت لها بابا ما يحبنيش على خاطر نشبه الماما. انا عفريتها فهمتها. مالك حرام عليك. واشنو حبيتي نكذب باش نرضيك انتيا ولا لاميمي وهانا تاعك ياك؟ ها لاميمي خرجت وحلفت ما ترجع غير تصيب سلسلة كيما تاع امال لهانا. شوفي فرغي لي فنجان قهوه ندي حقي تاع الحلوه وانت روحي للغضبانه تاعك. ها يا مالك والله قلبك حجر لو كان بعيد الشر لاميمي ما تصيب سلسلة كيما تاع امال. هانا حلفت غير تخطفها من رقبتها. يا عفريت هذه كيفاش تجي لها رزقها الامل؟ مالك خلينا كلام الزايد انا راني خايفه على هانا. تحبي نقول لك دبري على هانا تقسم السلسله والا تخلي باباها يتزوج في فريال عندك يسكنوا في بيت وحده يلبسوا السلسله بالداره ماشي خير؟ مالك لو كنت سمعك. ومن بعد واش راح يصير؟ شوف كل يوم كل يوم تقعدي تسربي القهوه الامل وهانا صار انا سربي القهوه الامل باش نرجع خدمتها. شوف غير هذه الكلمه اللي ما تجيش تعاودها سمعتها وخذ القاطو اللي حبيت واعطيني نروح نديها. كلام الزايد ما نحبوش. بابا كل مره نقول لك قعد معنا تسيب لي سبه. الله غالب اني معروض دايما معروض. بابا سيدي بابا سيدي شوف راكي تهنيتي ها فرحتي درك البسيها وروحي للمدرسه وريها لكامل البنات هكذا يعرفوا بلي السلسله نتاع بنتي. ماما هنا جن تخرج كذبه من راسها وكاع يمنوها. قولي الحقيقه يا بنتي حبابك يمنوك الاخرين ما عندك حاجه فيهم. ومن بعد نديها معايا ونشوف بالك ياسمين عندها فكره. اف فيها الريحه تاع هناء. الحمد لله مشكل وتهنيت منه. لكن المشاكل نتاعك يبداو غدوه كيفاش تعملي؟ بابا غدوه ربي يفرج. سبحان لكن علاش ما خبرتينيش كي نويتي تبيع السلسله؟ انا عندي راحت امل قبل كل شيء. حق امل كنز ودوق طلبي مساعده توفيق. وشنو باش هنا تسمع وتعير امل؟ مستحيل نقبل يا لو كان نموت بالشر. ما تموتيش بالشر مادامني انا حي. كان غدوه كي تغيب عيني الناس يجيو يدخطقوا عليك في الباب. بعيد شر عليك بابا مازالت البركه بصح في خاطر امل. امل دايما امل. امتى يا بنتي امتى امل لازم تعرف الحقيقه على بابها. بابا يسجيك هبط حسك خلي تسمعنا. خليها تسمع لازم تسمع تسمع منك ولا مني خير مني تسمع من براني. بابا امل مازالها صغيره نوعدك بلي العام الجاي نحكي لها كل شيء. العام الجاي نتاع واش من قام قد ما تكبر قد ما تكون بالنسبه ليها صدمه كبيره وخطيره. عني واش تحبي انا نروح. بابا آه.
احكي له خويا مسكين. عندي ما تسمعي شو يعمل؟ هاي خمن في حوايجو، روحي هضري معاه. لا لا، يا اخي قلتي لي بعد عن صاحبه، هاوجه قبل ما يولو. بيته في السبيطار ولاده يشرب قهوه في كاش دار. روحي هضري معاه، حليه بالك يقبل. لا 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 يا اخي انت خوك، ندي بالك يسمع لك. انا يا اختي عارفه كي نروح ليه يقول لي حاجات كيماك، نخاف يضربني. ايه على خويا ما راهش كامل في حاله مسكين. في البلاد كان يسهل من الفاميليا. وانا يا اخي كان يحبني ودرك والو، خليني منه. خويا تبدل يا ربي، وش صار له وش صار له؟ اسمي نقول لك خليني منه انا قام. حسام شوف خلينا نركب كيما هي كيما تهمامي كان قبل نتجخر منك. ها نشوفه. جاب لي ربي. شفت ياسمين وين؟ في المنام. في الصامت. نروحو مازال حال ماش خبا ندخل في الدار. وين نروحو؟ نروحو عند ماما. مامي متحبش. عصام لو كان بابا يتزوج وش نعملو؟ جميلة قالت لي اروحو عندي. لا 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 لا، نروحو عند ماما. ولادها امل كيما تزوج مع بابا جبتها معاه، وحنا لازم يما تقبلنا وبابا يقبل. شوف من اليوم لازم يختار حنا ولا فريال. وكان نتبو فوق العود في الجزيرة الصغيرة نسكنو وحدنا. يا عصام من صابنا كيما انت مازالك تحلم بابا نوال. او جا شوف راه يمشي. ايه صحيتي يعني ما عندي زينة هنا مرحوم ما على باليش بيهم. شوفي الليلة راهو طاح، الحوان تغلقوا، الطبيب دخل لدارو. ربنا يرحمه. وين شفتي؟ انت بالك يماك عم بالها راهي في البلاد، تكون تقطع بلا ما تشوف، تضربها طونوبيل. بعيد الشر عليها. اقعدي راني نضحك معاك واش بيك؟ انا مقلقة وانت تضحكي معايا. ها مجرد. مساكم بالخير. وش فيكم؟ خلعتونا. لا اله الا الله وحمدها صلى الله. عييت قلقتني. خلعتونا. باباك ما دخلش. وش فيها هذي؟ تخبط عصا على الحيط. الحمد لله الحمد لله يما دخلنا قبله. ايه نوضي فرزي شويه الدنيا قبل ما يجي. عندكم ضرب باش يدو هذو كامل. حرشتك عمتك بسلامة ميمتي الحنونة. اما بويك صويردات ويعرف لي من يمدهم غير مواليه. نوضي خليوني نرد حسبيعة ونوضي انتيا خملي هاد الحوايج اللي شرينا. خملي في راحتك. ما بابا دخل خمل حوايجو وراح يبات عند صاحبو. راح يبات عند صاحبو وعلا خليتوه راح وزينب كانت هنا وما قال حكمتوش. انا قلت لك راهي الراس عند الراس. حكمناه طبعنا وهرب. يروح ما يولي بعيد الشر على خويا. حبيتي تهمليه به ترتاحي؟ والله غير نوقف لكم كي العظم في القرجومه. ونقولك حاجه كي هو يغيب انا هي اللي نحكم. الله لا يوصلك. كليتي فلفلك حل طرق لسانك ولبستي الصوف سخن جنابك. احشمي على راك. خليها اما خليها تهضر وتزيد. لو كان جات مولات حكمه كانت تشد راجلها وتطوعوا تبني دارها ماشي تخربها. بركات انا مليت. ماما يسجيك نرجعوا البلاد. بعديني يا حمولتك بعديني. كي يكون في البلاد بابا كان ساعة على ساعة يجي يزورنا ماشي كيما دركا يزعف يروح يبات عند صاحبو. يروح عند صاحبو وين على بالك؟ انا ما على باليش. قال لك يا واحد الخداعة على بالك بكل شي. انتي امشي معايا. ما امشي عندي زينة. امشي عندي زينة. وليدك وفرتك فيه خليها هو اللي قال.
بنتي بعديني يا بنتي وانا حرة فيها. نحيدك بنت خويا نحي يدك. فاني نقول لك تعملوا الدار كنت فلو شبيكم يا بنت هو اي مخرع نقري. صباح الخير. اهلا صباح الخير تفضل يا ولدك وعطك وجدتهم ولا مازال؟ يا ودي راني نثقل في رجلي. يا صاحبي ماشي اخر لحظة. عاودي لو كان بنتي تاع الخارج تهنيني ما نروحش. شوف اليوم فشلت واحد تشوفه واحد راه شايط على الفيزا وانت عندي مشاكل مع فريال غير ربي يهديها ان شاء الله. ربي يهديها ان شاء الله وامل. عاودي كيف كيف كي القط والفار هي وهنا راني خايف. الى على هنا ما تخافش عيني عليها وراني كلمتها هي وامل كل البنات يكونوا اخواتات هم الاولاد يكفي. يعطيك الصحه. حق على بالك امل راهي توجدت لك واحد باش تصنع الباسبور وفريال عندها الخبر؟ لا لا على كل عام خبرها. المهم تصنع ولا عاولت تروح معاك ولا مع يماها تصيبها ولا تحطه في الخزانه كيما يماها. المهم سلم لي عليهم. الله يسلمك. حقا سي ابراهيم الزلدي راه بعيد عليها. حتى ولو كان يسال عليها من بعيد لكن اذا قرب غيصيب لي في طريقه. انا اللي يصيب لي في طريقه. ونقول لك حاجه انا نفصله. يعطيك الصحه. أيوه. على خير. سلامه. ولو كان عمر راه يصنع فيك وعطها باه يديها الزلدي للموال باباها. اواه من اليوم نتحزم لك يا عمر وإلا مانيش عمي مراد نقول لك. اسمي صباح الخير أمل. صباح الخير. وينك يا رايحة؟ أنا رايحة نبدل الصوف تاع ماما ما عجبتهاش هذا اللون. شوفي أروحي معايا نروحوا البلدية نجيبوا الورق ومن بعد نديك لواحد الحانوت يبيع كاع الألوان. هل أنت تخرج الورق نتاعكم؟ ياسمين ماما مشغولة وتحتاج الورق. أنا بابا هو اللي خرجهم. أنا بابا على بالك وراه. سمحي لي وجدك؟ هنا ما راناش في القريه نتاعك. هذه البلاد وكل واحد يلتها بهمه. وين شوف عبالك انا عمري ما شفت دفتر العائلي نتاعنا. المره الجايه اديه وخرجي الورق هكا باش تعلمي واحد البوجاديه. امل لو كان يمك تعاود الزواج يكون عندها زوج دفاتر ولا واحد؟ شكون قال لك بلي ما حتعاود الزواج؟ ما فهمتينيش. اذا تعاود الزوج يكون عندها زوج دفاتر. ما فهمتي والو. الراجل هو اللي يكون عنده الدفتر. الراجل يكون متزوج بزوج نساء يكون عنده زوج دفاتر. وعلاش هاد السؤال ياسمين؟ والو خلاص. كيفاش وحده فاضيه؟ يا هذه صاحبتي منال. هذه منال. صباح الخير. صباح الخير منال. ياك بنتنا اللي تربح بنت البدويه؟ ان شاء الله. اسمح لي نروح القهوه. اي روح دق انت. شنو انا اللي نغلب؟ ايه صح 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 بنتي انت تغلبي. سكتي انتي. كيفاش؟ انا نشوف في العود تاعك هو الشباب وانت تقول لي ما تربحيش. خلاص ما تخافوش عليا. ايه ما تخافوش. يا تشوفوا ذاك الزين. هيا بينا نشوفوا العود ديالك. هيا شوفوا شوفوا هاك العود ديالك. شدي يجري. كولي يا بنتي كولي البركه فيك كولي. خلاص الحمد لله انا شبعت. ماما
قولوا لي يحبس من قبل وياكل. ياسمين خلي بويك ياكل محيط جبات اللي طيبتهم حتى تحرقوا يديا. بصحتك سي مختار، قول بصحتك. تحرقوا يديك؟ كنتي تبعتي تشري ولا تعطي زينب طيبهم؟ ها زينب كي تكمش رجليها وتقعد شويه في الدار التم قولي طيب لك المحاجب. ايه الدنيا خلاص بابا غديت من الخدمه. ايه عندها الحق. وين كنت سي مختار؟ ياسمين قولي لي ما تبعد عليا. بابا شحال راني فرحانه كي رجعت. والقرايه لاباس بين وبين. شوفي اذا نجحتي ان شاء الله هذه المره انا نشري لك واش حبيتي. جيب لي عود. لا لا ما تعرفيش تقول له شي لك زويجه مناقش كيما البنات باش لبسيهم تي ولا تعطيهم ليماك. والله ما نلبسهم يا سي مختار. الا تبغيها صح شي لها الزويجه اللي تبيع فيها الجار. جارة رحتي ليها ولا عليتي لها الباب؟ حي عليا ما دخلت حد ما نفتح بابي. اما جبتهم لي شفتهم ورجعتهم. روحي روحي طيبي لنا قهوة. هكذا انت سي مختار دايما ما تفرحني ما تسمعني. روحي ومن بعد نشوف. روحي صحيت سي مختار دوك نجيب لك قهوة على الماء. بابا وين ضفت العائلة؟ ضفت العائلة؟ مش ديري به؟ نسحقه باش غدوة نده البلدية نخرج به ورق. التهي بقريتك يا بنتي والبلدية في طريقي أنا جبت لك واحد. ها؟ وعلاش بلاد كامل اللي دود دفاتر ندحهم وأنت ما تعطيهوليش؟ وشنو؟ أنت تاني؟ ها؟ غير نجينا كل لقمة توقفوها لي ولا واش؟ يماك جيب لي المسايس والمناقش ولا ما نعرف واش؟ ها؟ والقلق على سي مختار؟ هاي القهوة بصحتك. هذه قهوة هذه هذه قهوة هذه هذه تلوى ماشي قهوة. لقمت علمة لقمتي علمة مالا شربيها انت يا ويما. بعد بعد عليها بعد بعد كان لاباس عليها واش درتي له يا واحد اللفعة. انا والله ما قلت له والو والله. صحيت يا سي مختار دايما معك هكذا امر كلها فرحتني. استغفر الله ارواح انتم هنا يلي حركتوا لي يديا. هاي لا حط سلمت خويا العزيز ريح. على بالك تكلمت مع خالتي في التليفون. خالتك لو كان جات خالتك تاع الصح هي اللي تحوس عليك. نجيب حقي يما ما نخلي لها والو كاع الرزق اللي عندك ومازال طامع. ما انت هنا حتى نخلف في الدار. شوف يا خويا العزيز دبر راسك انت وياها انا نحيني من همك. نكارت خير وش من خير اللي عملته فيا؟ كي جيت وين صدتك؟ ها؟ صدتك عند مرة صح؟ صح علاش رباتك؟ رباتك باش رداتك خديمة. صح شكون اللي كان سببك حاد شي؟ مشي باباك اللي تلت شهور بعد زواجه مع يما رفدك وهجر؟ ويماك علاش ما صبرتش؟ خليه ما في حالها عملت مليح رماها وهي مازال حامل بيا وهرب عليها كي سارق. بصح هي تاني عاودت زواج. صح صح خلينا منه اليوم لازم تعاونيني. هاني قلت له بصح ما حبش. لازم تسيفي عليك. اه هكذا نتهناو منه. نتهناو منه بصح واش نعمل؟ نعرفك شاطره وغيري روح نشري لك دار هايلة. وين؟ دار كيما دار خالتنا ميمي. خلينا مع هذه خالتك ميمي. شوف يرحم بابك بعدها عليا خيرة. واش خفتي نموت وتقسم معك صربية ولا؟ ها؟ شكون يعرف؟ ما تفهميش. نتهناو منو
ونقول لك نكتب عليك كاع رزقي. شوف يا خويا العزيز، انت تخطط وانا نفذت. يا نساء، كاع كيف كيف.